شاركت دولة الكويت ممثلة في وزارة الإعلام بجناح متميز في المعرض الذي أقامه اتحاد إذاعات الدول العربية على هامش دورته 17. وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون التلفزيون ورئيس الوفد الكويتي يوسف مصطفى قال إن مشاركة دولة الكويت بكافة قطاعاتها وخاصة قطاع الإعلام المرئي والمسموع في أهم مهرجان إعلامي سنوي على المستوى العربي تأتي تأكيدا للحضور القوي للإعلام الكويتي وتواجده في مركز متقدم في الإعلام العربي. يتصدر جناح وزارة الإعلام معرض الأزبو للإذاعة والتلفزيون الذي يقام في إطار مهرجان اتحاد إذاعات الدول العربية في دورته 17 بتونس. وقد ترأس وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون التلفزيون يوسف مصطفى الوفد الكويتي المشارك في المعرض. اليوم أمام جناح دولة الكويت يمكن قد يكون أحد الأجنحة المتميزة في المعرض المقام على هامش الدورة 17 للمهرجان الإذاعة والتلفزة في تونس. حرصنا على إبراز إنجازات وزارة الإعلام إن كان على المستوى كما نشاهد المرئي أو على المستوى المسموع أو على مستوى أعمال رمضان. استحسان كبير جدا لمسناه من قبل زوار المعرض، وقمنا بإهداء كبار المسؤولين وزوار المعرض هذه الإصدارات التي أصدرتها وزارة الإعلام لكافة قطاعاتها، حتى نقول بأن الإعلام الكويتي الحمد لله لا زال في صفوف الإعلام المتقدم في عالم اليوم. واستهل وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي في تونس نعمان الفهري لدى افتتاحه المعرض جولته بزيارة الجناح الكويتي، حيث قدم له وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون التلفزيون هدية تذكارية، وأطلعه على محتويات الجناح من أقراص ممغنطة ومطبوعات وصور تعطي بسطة عن ما شهده الإعلام السمعي والبصري من تقدم في دولة الكويت على مستوى اقتناء التجهيزات المتطورة وتجهيز الاستوديوهات والمراهنة على الكفاءات الإعلامية والتقنية. نحب ننوه بدور الاتحاد اليوم اللي جمع البلدين العربية واللي دولة الكويت، وتعرف علاقتنا الخاصة الثنائية بين تونس والكويت رائعة، لكن علاقة الكويت في الإبداع رائدة في الإبداع، ونحن فخورين بوجودكم معنا. زوار المعرض أعربوا عن إعجابهم بالجناح الكويتي الذي يعكس تطور الإعلام الإذاعي والتلفزيوني في دولة الكويت واعتماده على التقنيات عالية الدقة فضلا عن ثراء مضامينه. فقد نقل الجناح للزوار صورة عن إنجازات وزارة الإعلام على مستوى تحديث البنية التحتية للإنتاج السمعي والبصري وتطوير المضامين، ما زاد في نسب المشاهدة والاستماع بشكل ملحوظ. أنا إحنا في تلفزيون الكويت الحمد لله أن إحنا الوحيدين اللي قاعد نعرض وقاعد نسوق حق الدولة عن طريق توزيعنا للسيديات عن الكويت وعن البيئة الكويتية وعن الأعمال الكويتية الفنية. يذكر أن المعرض يتضمن عشرات الأجنحة للهيئات الأعضاء في اتحاد إذاعات الدول العربية والشبكات التلفزيونية والإذاعية الخاصة في الوطن العربي والمحطات الأجنبية الناطقة باللغة العربية، إضافة إلى عرض الابتكارات التكنولوجية في مجال الميديا والبث الفضائي. عملنا حاجة اسمها جديدة اسمها مينوس جيت واي انترناشونال جيت واي. فالمينوس انترناشونال جيت واي انك انت المينوس هو بيغطي الدول العربيه كلها، لكن دلوقتي كل الهيئات العربيه ممكن ترتبط مع اي مدينه في عندنا حوالي تقريبا 700 مدينه في حول العالم، ممكن تاخذ اي رساله خبريه او برامجيه او سبورت من المناطق هذه اللي هي سميناها وان ستوب شوب. المعرض بصوره عامه هذه السنة بالذات 170 عارض حسب المعلومات الموجودة عندي، هذا تفوق وهذا كذلك رقم قياسي يدل على نوع من العودة للصحوة الإعلامية العربية، وخاصة أن العرب اليوم يمتلكون القدرة على السيطرة على أهم التكنولوجيات في الإعلام والاتصال. يعكس الجناح الكويتي بمعرض اتحاد إذاعات الدول العربية ما بلغه الإعلام الكويتي من تطور على مستوى استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة وثراء المضامين الإعلامية وريادتها على المستوى العربي. نجح المساوي، تلفزيون دولة الكويت، الحمامات، تونس.